نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، مساكم الله بالرضا والنعيم وجعلنا وإياكم من أهل الإيمان والإسلام الذين يرعاهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا الدرس أن يرحم إخواننا في غزة أحياء وأموات، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يطعمهم ويسقيهم ويؤويهم ويداويهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عنهم شر عدوهم بما شاء، فإن الأرض قد عجزت، نسأل الله أن يمدهم من السماء. إخواني الكرام، نرجع إلى تفسير سورة البقرة بعد هذا الانقطاع الطويل، نظرا للبرنامج المكتظ الذي مر معنا في الأشهر الماضية. نعود إن شاء الله عز وجل إلى تفسير كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قلنا أن الله عز وجل ذكر في سورة البقرة أشياء، ذكرنا ربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة صفة المؤمنين المتقين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر أوصافهم. ثم وصف الكافرين في آيتين، ثم وصف المنافقين في 10 آيات المنافقين. ثم بعد ذلك بدأ يذكر الله تبارك وتعالى بعدما ذكر 3 أنواع من الناس وحالهم مع الهداية: نوع متقون مؤمنون، ونوع كفار، ونوع منافقون. والمنافقون هم كفار ولكنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان للناس، يبينون بأنهم مؤمنين، وهذا ما أخطر من الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في 10 آيات بسبب خفائهم وشدة خطورتهم على المسلمين. ولذلك إذا جاءك الضر والألم من قريب ومن خفي كان أكثر وأخطر، يعني أكثر ألما وأخطر وقعا. ولهذا الذي يوجع في هذه الأيام شكون؟ المخذلون. المخذلون هم الذين يوجعوننا ونتألم منهم، يعني اليهودي والكافر لا تتعجب منه، الكافر واليهودي ما تعجبش منه. أنت تقول يا كيفاش هذه أمريكا تعين اليهود، هذا أمر سهل، هذا أمر طبيعي، هو قوي والآخر كافر كما هو، وعندهم العدو واحد، يعني أمر طبيعي أنك تنتظر من الكافر أن يضربك وأن يقتلك وأن يبيدك وأن لا يرحمك. ربي قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، باين أمرهم. المصيبة في من كنت تظنه أنه بجنبك وأنه ممكن يتألم، ممكن إنسان مخذول بصح كثرة الجرائم ممكن ينفض الغبار على روحه، ممكن الضمير تاعو يحيى يقول لك واش راني قاعد ندير أنايا، ناكل ونشرب في أموال المسلمين وخاوتي يموتوا، لازم ننتفض، لازم نشوف، لازم ندير حاجة. هذا هو المصيبة، لما تشوف خذلان المسلمين لك، هذا هو المصيبة. وظلم ذوي القرب أشد مضاضة، يعني من السيف المهند، يعني كي واحد يظلمك وهو قريب لك تكون تستنى فيه ينفعك وهو يضرك، هذا هو الذي يضرك. ولذلك المنافقون كانوا أخطر الناس وما زالوا أخطر الناس على المسلمين عبر القرون والأزمان. ولهذا ربي سبحانه وتعالى كتب المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ربي قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. شدد لهم العقوبة لماذا؟ لأنهم كانوا أشد وقعا وأشد ضررا على المسلمين والمؤمنين. إذن احنا اليوم رانا نشوفوا أن ربي وصف لنا المنافقين في 10 آيات وذكرنا الأوصاف نتاعهم، وجل الأوصاف تاعهم واش هما؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، وإذا قيل لهم، هذا وصف، والوصف الآخر ما هو؟ وإذا قيل لهم
آمنوا كما آمن السفهاء. قالوا آمنوا كما آمن الناس. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعني واش راهم يديروا؟ يتهموا. والدرجات ربي كيفاش بداهم؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني يبرئون أنفسهم. وذكرنا احنا كما فسرنا الآية واش قلنا؟ قلنا أن الأصل في الإنسان من بوادر التوبة الاعتراف، تعترف وما تقولش أنا راني مليح، ما تقولش أنا. يقول لك واحد اتقي الله، تقول له احنا علاش أنا حرقنا الجوامع، رانا لاباس علينا، الحمد لله الخدمة الدار المسجد ما شاء الله راني لاباس عليا. إذا ما اتهمتش نفسك ما تسقمهاش يعني. وهذا من صفة المنافق، المنافق لا يظهر عن نفسه إلا خيرا. وإحنا الأصل فينا أننا لا نفتخر بأعمالنا الخيرية، وإنما نبكي على أخطائنا التي تسود وجوهنا أمام الله. هذا هو الأصل في المؤمن. المؤمن هنا في الحياة الدنيا ما دام مات أنه يذكر ربه عز وجل ويذكر سيئته أمام خالقه، مش أمام الناس، أمام الناس يستر روحه. فيما يعترف الإنسان بالسيئة ويقول الله يهدينا ويصلح حالنا وغير ذلك، ويستغفر الله ويتوب إليه، هذا في طريق المؤمنين. وأما إذا قلت يا فلان اتق الله، يقول لك علاه تشوفي أنا؟ واش راك تشوفي؟ تشوفي أن حرقتنا الجوامع؟ تشوفي واش راني ندير أنايا؟ راني لاباس عليا. هذه صفة من صفات النفاق، هذه صفة من صفاتهم. صفة ثانية، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنا أؤمن كما آمن السفهاء، يعني يتركوا الإيمان. لماذا؟ لأنهم يلمزون المسلمين والمؤمنين، ما يرضوش بهم، يطعنون فيهم. وكاين نوع من الناس عندهم نصيب من هذا. وش يقول له؟ تقول له فلان اتق الله في نفسك، ولا روح تصلي، ولا يقول لك انا نصلي مع هذوك، انا نجي نصلي مع هذوك الناس. انا فيه تكبر، فيه شيء، فيه بغض للمسلمين. وحنا من ايماننا اننا نحب من يحب الله، نحب الانسان، لان الولاء والبراء يتجزأ. احنا في الجزائر عندنا هنا، واش راني قريت انا على المجتمع الجزائري، عندنا الولاء والبراء لا يتجزأ، يا يحبك مليح يا يكرهك مليح. وهذه مصيبة، هذه غلطة، هذه غلطة. الولاء والبراء يتجزأ. وش معناتها يتجزأ؟ معناتها انت يا انسان مسلم تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وجيت تصلي في المسجد وفيك عيوب، انا مسلم دوكا واش واجب عليا؟ نحبك ولا نكرهك؟ نحبك على جل العيوب، على جل الايمان، ونكرهك على جل العيوب؟ ولا واش ندير لك؟ كيف ندير لك انت؟ انا الان لازم الايمان اللي فيك نحبه، ونحبك لانك انسان مؤمن، تاتي للمسجد وتقول السلام عليكم، وتشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، وتعيش شعائر المسلمين، وتصوم مع الناس رمضان، مسلم كما انا كما انت. فاحبك لانك مسلم، وانصرك لانك مسلم. العيوب تاعك كيفاش ندير معها؟ انا عندك عيوب في بيتك، في نفسك عندك ممكن عيوب، واش ندير معها انا؟ هذيك العيوب انا ما نحبهاش، بصح انت لازم لي انا نقدم لك نصيحه على العيوب هذيك، لازم نحاول نصلحك. نحن كما قال احد اهل العلم كلمه جميله جدا، قال نحن في زمن لا يجوز فينا ان نرمي فيها واحدا من المسلمين. نحن في زمن اصلاح وترقيع. احنا رانا في زمان الامه فاسده، السوق فاسد، السوق فاسد بالمصلين بالائمه الا من رحم الله. يعني المستوى تاعنا هبط في الايمان بزاف، ولينا ما نخشعوش، ما نصوموش رمضان كما يحب ربي، فينا اعمال فاسده. هذيك الاعمال واش دارت لنا؟ خلات المستوى تاعنا هابط، ماناش كما الصحابه احنا. اذا السوق ديالنا اليوم، الايمان تاعنا يقتضي اننا نرقعه. النبي عليه الصلاه والسلام رقع في وقته ولا ما رقعش؟ رقع. جاء انسان يشرب الخمر وراحوا يسبوا فيه الناس، قال له دعه فإنه يحب الله ورسوله، ارقع. ونخر وش دار؟ حاطب بن أبي بلتعة بيع بالمسلمين، خرج أسرار الدولة وبعثتهم في رسالة للكفار، يعني جريمة كبيرة، يقتل عليها الأهالية إعدام. النبي عليه الصلاة والسلام قال دعه يا عمر فإنه قد شهد بدرا. قال له ما حملك على هذا يا حاطب؟ ذكر له السبب بتاعه. وعذروا النبي عليه الصلاة والسلام وخلاه يمشي مع المسلمين عادي، رقع له الغلطة تاعو. إذا نحن نصب ونغفو ونقع في الأرض، ويجب علينا أن نمد أيدينا لإخواننا حتى ينهضوا على أرجلهم، وأن نرقع بعضنا بعضا.
أما أنك أنت أي إنسان يدلك حاجة تنحيه من الدنيا مرة واحدة وتنسى 20 سنة وثلاثين سنة عشرة، أقدر نقول ما نعيشوش مع بعضنا، ما نعيشوش. ولذلك ديننا لا يسمح بهذا، ديننا دين فيه تجاوز. غلط معك واحد نسيت 20 سنة و10 سنين و5 سنين، نسيت كاع الأيام اللي بيناتكم، غلطة تنحي كلش. هذه الغلطة فينا احنا، احنا عندنا الولاء والبراء لا يتجزأ. إما أن يحبك حميم، وإما أن يرجعك عدو، وما يجيش يتكلم معك نهائيا كأنك كافر، خلاص ما يجيش يتكلم معك. وهذه غلطة فينا في المعاملة، يتجزأ. قال هذاك فلان أحب ما فيه من الخير، إنسان طيب مليح، ولكن فيه بزاف شر، هذاك الشر تاعو ما نحبوش. دوك أنت تحب تدور معه ما تدورش معه، بصح خوك مسلم هذا، دير حسابك بلي لازم تلقي عليه السلام، لازم تدعوه إلى الله عز وجل، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. احنا لما عجزنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حولنا ذلك إلى هجرنا، ونظرا لما في قلوبنا والعياذ بالله من البغضاء والتحامل. وهذا مما لا يدل على رحمة يريدها من الله عز وجل أن تنتشر فيما بيننا. ولهذا شوف الآن الكفار والمنافقون، المنافقون وش يقولوا؟ يقولوا نؤمن كما آمن السفهاء. يعني شكون سموه سفهاء؟ المسلمين سموهم سفهاء. احنا كذلك اليوم كي تقولوا فلان راح تصلي، يقول لك انا كيفاش نصلي مع هذوك الناس، انايا نصلي مع هذوك مجرمين. قال لك تشوف فيهم هذوك كاع ياكلوا اموال الناس، هذوك كاع فيهم وفيهم وفيهم، وهذوك قال لك تشوفهم في الجامع زعما يلعبوها كذا، كاع نعرفهم. هذا النوع من الناس له صفة من صفات النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. راه ذرة، عنده ذرات من نصيب من النفاق والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتكلم على نفسه التي بعدت عن الله. يقول لك هديني ربي، هديني ادعي لي ربي، صحي هديني وعندك الحق، لازم نجي نصلي وراني مفرط في جنب الله، ما يعترفش، وإنما يرمي بها بريئا، يرمي به بريئا. وين يرمي به بريئا؟ في الناس. يقول لك ماشي احنا هاولك اللي ما يسواوش، احنا كذا احنا. واش معناتك تقولي انت انا نقول لك ارواح تصلي في المسجد وتقول لي انا نصلي مع هذوك ما يسواوش، واش معناتها؟ معناتها الدرك تسوى، ما تصليش وتسوى. حبيت تقول نبلي انت ما تصليش وتسوى، وهذا لا يستقيم. هذا انسان يكذب على نفسه. ولذلك شوف صفات المنافقين فيها تهرب وفيها تبرؤ، يعني إنسان يخبي على روحه، يكذب على روحه. الأمر الثالث ذو الوجهان، يظهر شيئا ويبطن شيئا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هذو الكفار من المنافقين، بصح كاين المسلمين فيهم طبيعة هذه، كاين بزاف ناس نسأل الله السلامة والعافية ما عندوش غير زوج وجوه، عنده أوجه كثيرة. يعني يلقاك يلقى الإمام ولا كاش واحد أخينا، ولا يتكلم على الجنة ويتكلم على النار ويقول لك تشوف الدنيا كيفاش فسدت. هو يروح، هو يجوا ناس أخرين ويتكلم على الفساد ويجبد بنات الناس ويعاكس بنات الناس، عادي عادي. وهذا النوع من الناس والعياذ بالله فيهم شيء من النفاق. وزيد على ذلك نوع من أنواع النفاق الذي هو نفاق ليس بكفري، وإنما هو نفاق عملي موجود فينا احنا المسلمين، هو أننا ماذا نفعل؟ أننا نظهر الخير ونبطن الشر. شحال فينا من واحد قوله لا يوافق عمله، وعدم موافقة العمل للقول هذا نفاق عملي، وعدم موافقة القول للباطن هذا نفاق كفري اعتقادي. الكفار من المنافقين يعتقدون لا إله إلا الله، ما كاش منها، وفي لسانهم يقولوا لا إله إلا الله. هذا النفاق وشنو؟ نفاق كفري عقدي. وكاين نفاق وشنو موجود فينا احنا؟ نقول ما لا نفعل، نقول ما لا نفعل. يعني شحال من حاجة رانا نقولوها وما نديروهاش، وشحال حاجة رانا نديروها ما نقولوهاش. اسمها كاين عدم توافق. وكل ما يتوافق القول، كل ما يتوافق القول مع الفعل مع الباطن، يطلع الإنسان إلى مرتبة سموها مرتبة الصديقية، صديقين. شكون هو الصديق؟ الصديق هو الإنسان الذي توافق باطنه مع لسانه مع فعله في الحق، في الحق. هذا هو الصديق، يعني عنده باطن تاعو صافي نظيف،
ويحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويحب الدين ويحب الشريعة ويقول هذا بلسانه، يقول هذا الأمر بلسانه، وفي أفعاله تلقاه كما يقول كما يعتقد بصح في الحق على دين الله عز وجل. خاطش كاين الناس واش عنده في قلبه في لسانه بصح هو خبيث، يعني يقول كلام خبيث ويقول لك أنا لي في لساني أنا نجرح الناس بصح لي في قلبي في لساني. هذا غلط، هذا غلط. ماشي واش عندك في قلبك تقوله للناس، إذا كان في قلبك تقوله هذا في الإيمان. أما كاين أمور كثيرة حنا نشوفوها في الناس ما نقولوهاش، ماشي نفاق، وإنما لا نقولها حكمة، ما نقولوهاش، نعرف وقتاش نقولوها ونعرف كيفاش نقولوها، ومن داك ماشي حنا نقولوها، من داك كاين ناس أخرين يقولوها في مكان أحسن، يعني كاين حكمة ولا لا. هذاك الأمر ماشي كل حاجة تعرفها تقولها، تقوليش هذا الأمر مستحيل. ربي يجعل القلوب صناديق أوعية، ويجعل الألسنة عنوانا عليها. ولذلك الإنسان ما يقدرش يقول لك أنا مش ما نكونش منافق، لازم واش يجي في قلبي نقول، ما تقدرش. لو كان كل حاجة نفسك تحدثك بها تقولها راح تخسر كامل الناس. ولهذا الأصل في الصراحة، ما نسميها نحن بالصراحة، أن تستعمل في وقتها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان شحال من حاجة وشحال من إنسان شاف في حاجة وما تكلمش، ومن بينها أنه كان جاء إنسان فتح له الباب وتكلم معه النبي عليه الصلاة والسلام وراح، ومن بعد قال بئس هذا الإنسان، هذا الإنسان فيه وفيه وفيه. قالوا له يا رسول الله هذو وقتهم وش يوجهوا هذو؟ قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة، هذا بئس أخو العشيرة. كي قالوا له هذا علاش قلت عليه بئس أخو العشيرة وكنت تتكلم معها عادي؟ قال لهم إن شر الناس، قال عليه الصلاة والسلام، إن شر الناس من يترك الناس كلامه تقاء شره، يعني ما يصرحوش الناس لأنه كنت صرحوا فيه شر كبير. هذا شر الناس والعياذ بالله. يعني كاين الناس لو كان تقولوا يا فلان كذا تخسر معه، لازم تعرف كيف تتكلم معه بحكمة. هذا مش نفاق، النفاق أنك توري وجه من هنا وتوري الوجه الآخر من هنا، هذا مصيبة. وتروح عند فلان تقولني معك وتروح عند فلان تقولني معك، هذا نفاق، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء المنافقون مهد الله عز وجل ذكرهم، وما تقرنش بزاف على الكفار باش يبين لنا أن اليهود كفرهم، هم كفار اليهود، أن اليهود الكفر نتاعهم كفر فيه نصيب كبير من النفاق، والمنافقون الكفار هم أفراخ اليهود. في المدينة واش كانت؟ كان المسلمون وكان اليهود يعيشوا مع المسلمين. هذوك اليهود كانوا ناس منافقين يعيشوا مع المسلمين. هذوك المنافقين كلهم تحالفهم مع اليهود، كلهم ورأسهم شكون؟ رأسهم اليهود، عبد الله بن أبي بن سلول اليهودي، فهو الرأس بتاع المنافقين. إذن النفاق من الذي يغذيه؟ اليهود، قتلهم الله. هذا اليهود دير مليح في بالك باللي كل شر موجود في الأمة اليوم هم على رأسه. من الذي أفسد برامج المدرسية وبرامج التربية والتعليم في الدول العربية؟ اليهود. من الذي نشر المخدرات؟ اليهود. من الذي يتزعم الرأس الكبير نتاع الموضة نتاع الملابس والتحفيفات والهشام وكذا؟ اليهود هم أرباب الأزياء والموديلات نتاع اللباس وغير ذلك، يخططون ويدرسون وعندهم مدارس جامعية، دراسات جامعية عليا، دكاترة في الجامعة كيف يفسدون الناس باللباس. يعني هم اللي راهم الآن يملون علينا، وهم الذين يدخلون لنا اللباس الذين يريدون هم، حتى علمونا نلبسوا شي يحبوا مش وش نحبوا، ولينا نلبسوا مش الذوق نتاعنا، وإنما نلبسوا وش يلبسوا الناس. شكون هما الناس؟ منين يجيبوا الناس؟ من عند اليهود. والتحفيفة اللي نحفوها من عندهم، والمشاكل التي نراها في التلفاز من البرامج الفاسدة من عندهم، والسحر المنتشر في الأمة هم رؤوس السحر. أمة وصلت باش تقتل 300 نبي في يوم، ماذا تنتظر منها؟
ماذا تنتظر من أمة؟ إلى أمة كما قال عبد الله بن مسعود، قال إن بني إسرائيل كانوا يقتلون 300 نبي في يوم واحد. تحوس أنت يرحم لك الدراري الصغار ويرحم لك النساء، ما تستناش، ما تجيش تستنى، ما تجيش تقول السلام ومؤتمر السلام وكذا، ما تجيش تقول كلام هذا. ما أخذ بالقوة، شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ما عندكش قوة غير بكي على روحك وريح، ما تستناش يديروا لك ويديروا لك القمم والمؤتمرات وكذا، غير ما تستناش. ولذلك الآن هؤلاء الناس وصفهم الله بأبشع ثلث القرآن. جاتك 60 حزب، هذيك تنحي منها 20 حزب كامل كلام على اليهود. يعني ربي ثلث القرآن تاعو كامل تكلم ثلثي 40 حزب كامل تكلم على اليهود. تتكلم على من؟ على اليهود. لماذا؟ لماذا؟ حتى يبين لنا بأن العدو الأول تاعكم في الأرض، في الأرض بعد الشيطان إبليس هم هؤلاء الناس. احنا كي ما درناهمش معانا في الواجهه وما درناهمش حسابات، وصلنا الى النتيجه رانا نشوفوا فيها هذوم كتفين والقلب يتقطع يتقطع. يحب الانسان احيانا يرمي روحه كاش ما كان من القنطه، والله لا يحب القانطين. يخلص الانسان يولي يشوف الايادي مكتفه وابناؤنا يموتون بالمئات، المجازر بالمئات من هؤلاء الناس هذو اليوم يذكر فيهم ربي في القران الان. هذا الناس نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. هؤلاء الناس اليهود شر خليقة وجدت في الأرض، كما ذكر الله تبارك وتعالى فيهم أنه قد غضب الله عليهم ولعنهم. ماذا ننتظر من أولئك ومن قوم غضب الله عليهم ولعنهم؟ ولذلك يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ذكرنا المثال هذا، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. جه النور، إنسان جه النور وبعد ذلك ذهب ذلك النور. وش يصير لو كان إنسان يشعل لك واحد فلاش في وجهك ويروح، تولي تشوف الظلام قبل ملي أكثر من اللي كنت تشوفه من قبل. هذا هو أعمى العمى، الضلالة بعد الهدى. أعمى العمى، الضلالة بعد الهدى. شوف إنسان يكون يصلي مديا ما شاء الله ومن بعد يروح، اسمه هنا في المرحلة الثالثة كان مع الأول ماشي مليح ومن بعد جاء صلى ومن بعد ولا ماشي مليح، هذيك تاع ماشي مليح الثانية ظلمة كحلة. سما كي كان قبل ما جاش يصلي كي تقولوا اتق الله وكذا ما نيحش، يقول لك ادعي لنا أخينا ربي يهدينا يجوا نصلوا، حتى تلقاه يجي يصلي ويقول لك ما شاء الله المسجد ومنا وخاوتي وجيت نصلي والحمد لله وكنت في فساد كبير ونعمه ما شاء الله، وصليت مر الامام وسمعت القراءه وسمعت الدرس وسمعت الخطبه وما شاء الله، وبعد يروح العمره ويشوف مكه ويشوف كذا يفرح يفرح. وبعد تفوت عليه الايام لو ان الله، نسال الله السلامه والعافيه، ربي يعاود يرفع عنه العنايه يعاود يزيغ. كي يعاود يزيغ يقول لك دابا كتزيد تهضر معايا، قول ليش كنت تروح لي تقول روح تقل، اقول لك يا ولدي انني كنت اخينا كيما انت، يقول لك قول غير باش تهضر معايا. تسمى يولي عمى اكثر من كان. اذا اعمى العمى، الضلاله بعد الهدى، نسال الله السلامه والعافيه. لان من بعدك يولي يعصي الانسان، يعصي عن حرقه، يعصي وكي تجي تهضر معايا يقول لك على بالي شك تهضر لي، نعرف على بالي انا ثاني كنت كيما انت هكذا في الجامع ونصلي وكنت ما شاء الله. تسمى غير ما كلت تنصحوا قال لك تقول لهم لي نعرفهم، يقول لك غير روح تسمى. علاه؟ لانه بعد الهدى، ضلال بعد الهدى. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، كان في الظلمه في غابه في ظلمه استوقد نارا، دار النار، فلما اضاءت ما حوله بينت له الطريق وبينت له الدنيا قدامه النار هذيك، ذهب الله بنورهم، ذهب الله عز وجل هذيك النار. ولو في ظلمات ذهب الله بنورهم فتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب، المثال الثاني وش هو؟ من السماء، يعني اللي هو الماء الصيب شدة المطر. أو كصيب من السماء، هذا الصيب نزل ربي سبحانه وتعالى على الأرض، ولكن المصيبة أن الأرض لم تتقبله، ما كانش قابليه.
هذاك الصيب الذي أنزله الله من السماء واختلط في الأرض وغير ذلك، الأرض لم تتقبله. هذاك الصيب والمثال الأول تاع النور هادو مثلين، مثلين. بعد المثلين ذكرنا أن الله وش قال؟ قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني قالكم هادو ثلاثة من الناس اللي ذكرتهم لكم، مسلمين مؤمنين متقين وناس كافرين وناس منافقين. والمثل تاع المنافقين ضربت لكم زوج أمثلة، هذه سورة البقرة، ثلاثة أصناف من الناس قسمهم وضرب لنا مثالين للصنف الثالث اللي هو من المنافقين. ومن بعد بدلنا الحكاية واش لازم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الحق، هذا هو الطريق، أن تعبد الله اللي خلقك وخلق لي قبلك وراح يخلق لي بعدك وخلق كل ما في السماوات وما في الأرض. ما دام أنه هو الخالق ما كاش واحد يستحق العبادة كما هو غير هو. إذن لا إله إلا الله، هذه هي، لا تحق العبودية إلا له سبحانه وتعالى. إذن لا عبودية حقيقة إلا لله. احنا واش نديرو؟ قولوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في البداية واش قال؟ هدى لمن؟ للمتقين. إذن هذا هو التقوى، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون المتقين. إذن هذا هو الطريق، هذا هو باش تكون انت من الصف الاول الوحيد الذي سينجو عند الله. لازم لك هنا تبدا بالعبوديه تاع ربي سبحانه وتعالى، عبوديه الله عز وجل، يعني لن تكون من الناجين حتى تكون عبدا لله. وش معناتها عبد لله؟ معناتها قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه عبد لله. وش معناتها؟ وش معناتها عبد لله؟ معناتها نصلي هنا وبعد برا نكفر، نصلي هنا وبعد نقول لي ماشي عبد برا ونساق برا وللدار برا ونسيء الخلق برا. لا، عبد لله. شوف ربي قال قل ان صلاتي ونسكي، هذه واش معناتها؟ عبوديه. هذه عبوديه، الصلاه والنسك، الصيام والحج والعمره وكلش العبوديه، هذه اللي رانا احنا نديروا فيها. ومحياي ومماتي، حياتك برا، هذوما كامل لمن؟ لله. هذوما كامل لله. واش معناتها هذه؟ معناتها كيما نصلي ونصوم ونزكي ونعتمر والحج لله، حياتي برا تاني لله، كي نكون تاجر تاني لله، كي نكون نلعب لله، كي نكون نلعب في مقابلة ما في ماتش راني في لله، كي نكون نعوم في البحر راني لله، كي نكون حواس لله، كي نكون داخل حانوت راح نشري لله، كي نكون في الجامعة نقرا لله، كي نكون في العمل تاعي نخدم لله. ماشي هنايا لله، قل إن صلاتي ونسكي لله ومحياي ومماتي ليا. هذه الغلطة تاعنا احنا اليوم، أن نجعل العبودية محصورة وين؟ في الزربية، خليناها فوق الزربية برك، يعني جعلنا العبودية تاعنا مديورة غير فوق الزربية. كي نخرجوا نقولوا ماشي عباد برا، نقولوا ماشينا عباد كامل. ولذلك ربي قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ربطهم في أربعة مع بعضهم، هذو كامل لله. ما قالش قل إن صلاتي ونسكي لله، قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. يعني معناتها راه يعطيك واحد الرسالة، راه يقول لك بلي نتايا لازم لك كيما صلاتك والنسك تاعك لله، حياتك ومماتك لازم تاني تكون لله، يعني نقبلك كامل لله. أما تقسم لي نص تقول لي شوية ربي شوية قلبي، هذيك غير ريح تما. وهذا هو المفهوم الخطأ تاع الدين تاعنا، كي يقول لك الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تولي أنت تفكر فيها غير في الجامع والعبادة والعمرة وكذا، هذا ما كان. وتنسى بلي باش تكون عبد برا في الزنقة تاني لازم تكون عبد لله. كي ترفد يدك انت، يعني تخرج يدك من جيبك وتمدها، تمد الواحد حاجة مديتها لمن؟ لله. صدقة لمن تمدها؟ لله. وكي تكون انت تحكم انسان وتنصحه برا لمن؟ لله. وكي تجوز على جماعة وتقول لهم السلام عليكم لمن؟ لله. وكي تقول انسان واش راك لاباس بخير؟ علاش قلتها؟ علاه؟ لله. وتزور المريض لمن؟ لله. جنازة مشيتها علاش؟ لله. رحت شريت القضية لوليداتك لمن؟ لله، في سبيل الله، لأنه تروح وينساوك ولادك أنت. أخدم لله على روحك، خليك ما دين على جال وليداتي وعلى جال وليداتي، وبعد الله يبكيك عليك واحد. أخدم الربي، وكل الربي وشرب الربي، وخليها لله. شوف صافية تدي بها أجر عند الله.
قال لي القضية اللي نقضي فيها هذه حبة بطاطا جبتها مديتها لوليداتي في سبيل الله، ما نعرف وليداتي هذوما لا يزيدوا يذكروني بعد ولا يذكرونيش، من على بالي لن يغنوا عنك من الله شيئا، مد وكل واحتسب الأجر لله، ما تستنى حتى واحد يعطيك جزاء إلا ربي سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الذي يجب أن نصححه، مفهوم معنى العبودية. وهذه أنا الأيام هذه تكلمت عليها شوية وظنيت بأنه لا بد من أننا نعود نبحث في الموضوع هذا، ولازم تكون دروس ومحاضرات خاصة غير في تصحيح معنى العبودية للناس. هذا مكان لأننا رانا غالطين ماشيين في واحد الطريق، عندنا تصور غلط للدين، الدين تاعنا مانيش فاهمينه، رانا نمشوا برك كل واحد عنده قالب في راسه يمشي داير الدين، هذاك هو كاين اللي داير الدين في السبحة، كاين اللي داير في الزربية، كاين اللي داير الدين في الحج والعمرة برك، وكاين اللي داير الدين غير في الصلاة، كيخرج من الصلاة يولي إنسان آخر كامل، كاين اللي داير الدين في الجامع وفي الدار يولي فرعون، كل واحد كيفاه، كل واحد كيفاش راه داير الدين تاعو. الدين كاين واحد هو الدين تاع ربي، لازم تفهموا انت كيما حب ربي ماشي كيما حبيت انت، وهذا اللي لازم حنا نعاودوا نرجعوا ليه، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ربطا بقول الله تبارك وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ربطا بقول الله تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وزيد على ذلك من الايات التي كلها والاحاديث التي رسمت لنا الجانب العملي تاع النبي عليه الصلاه والسلام تاع العبوديه، كيفاش كان يعبد ربي عز وجل، كيفاش عاش حياته وهو عبد لله عليه الصلاه والسلام. هذا امر مهم جدا يجب علينا ان نرجع اليه ونتكلم فيه ونتذكره. الحاجه الاخرى واش قال الله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. هذه الايات هذه عندها معنى كبير في حياتنا. ربي قلنا اعبدوني، لو كان يعني ربي يقول لنا اعبدوني، السؤال تاعنا احنا واش نقولوا له، واش نقولوا له يعني كي قلنا اعبدوني وامرنا، احنا حبينا نستفسروا كيف نعبدك، لازم نقولوا له هذا الكلام، يعني كيف نصل الى عبادتك، كيفاش نتوصلوا للعبادة تاعك، يعني كيف نحقق عبادتك يا الله، ورينا يا ربي كيفاش نقدروا نولوا عبادة تاعك تاع الصح. يقول لنا ربي عز وجل الجواب وشنو هو، لازم تعرفوني، لازم تولي وتعرفوني مليح. نقول له كيفاش نعرفوك، ورينا كيفاش نعرفوك يا ربي، انا راني مقريتش ما عنديش ما نعرفش نقرا ونكتب، وريني كيفاش نعرفك. يقول لنا نوريكم واحد الحاجة تولوا كامل تعرفوني، اللي يقرأ واللي ما قراش واللي قاري بالفرنسية كما يقولوا واللي قاري بالانجليزية واللي راهو شينوي واللي راهو ألماني والعقون واللي ما يسمعش كامل يعرفوني. نعطيكم طريقة تقدروا قاعد تقراوها، واش هي اللغة اللي نقدروا كامل نقراها، واش هي الحياة اللي دايرة بينا، هذيك هي اللغة، مدرسة الحياة، مدرسة الحياة. ربي واش عطانا عقل، هذاك العقل واش نديرو به حنا، فكروا علاه كاين السماء، علاه كاين الارض، علاش ربي راه يخلق فينا واحد يموت واحد يروح، واحد يموت واحد يروح، كيما البيس شت الحافله نركبو كامل ومن بعد تبدا تمشي الحافله، ومن بعد لاري الاول يفتح الباب، كاين ناس يهبطوا وناس يطلعوا، هذيك الحافله هي الدنيا وبرا الحافله هي الاخره. كاين ناس يهبطوا يموتوا يخرجوا من الدنيا بريمياري، وكاين ناس يطلعوا يزيدوا جدد يدخلوا يمشوا معنا ولا نتمشاو، ومن بعد لاري دوزيام يزيدوا، كاين ناس كانوا طلعوا زادوا عاشوا شويه وهبطوا، والاخرين زادوا جدد طلعوا في الحافله وبدات تمشي حتى يحق النهار يوم القيامه ترمينيس، يقول لنا يا خلاص هنا ترمينيس هبطوا كاع تما يوم القيامه نروحوا كاع. اذن هذه الحياه داك تشوفها تقول كاين واحد في حومه وحده، هذا معز بمفقوده وهذا مهنئ بمولوده، في حومه وحده مات اليوم واحد لهيه وزاد عندهم هذاك مزيود لهيه، وتزوج هذاك لهيه
هذاك فرحان بوليده كي تزوج والاخر يبكي على وليده كي مات. يعني ربي اوجد وافقد واضحك وابكى في وقت واحد. كاينه حاجه الدنيا ماهيش هكذاك برك، ماهيش تاع ماكله وشراب، الدنيا ماهيشنا عايشين برك. كاينه حاجه، كاين واحد راه يطلب منا حاجه. هذه الحياه اللي انا خلقنا وسوانا واعطانا عقل وسخرنا الدنيا كامل بين ايدينا، البهايم حنا نتحكموا فيهم والارض حنا نتحكموا فيها، نخرجوا منها الزرع ونخرجوا منها الثروات ونخرجوا منها واش نحبوا، والدنيا كلها مسخره تحت ايدينا. واش هذا الشيء اللي هي هنا ربي ماذا يريد منا؟ اعطانا وجودنا كلش، ماذا يريد منا الله؟ ماذا يريد منا؟ يريد منا حاجه، ان نعرفه فنعبده. ولا سبيل، مستحيل اننا نقدروا نعبدوا ربي بلا ما نعرفوه. فاش تعبد ربي انت ما تعرفوش؟ اذا كيف نعرفوه ربي؟ قال لنا ربي عز وجل، قال نعبدوا ربكم الذي خلقكم وفي انفسكم افلا تبصرون. انا من خلقني واش راني ندير وعلاش راني موجود هنا؟ واش راني ندير؟ لماذا انا في الدنيا؟ هنا من تبدا تتعرف على الله. اذا شوف، الذي خلقني بهذا الترتيب وبهذا النظام وبهذه الاجهزه الموجوده فيا، التدقيق الموجود فيا يدل على بديع صنع الخالق سبحانه وتعالى. ربي بديع السماوات والارض، خلق كل شيء بحكمه ولطف. يعني إذن من الخلق، وعليكم السلام، من الخلق أتعرف على الخالق. أنا خلقي عجيب، تعجب الناس فيه. ولكن قد ما تتعلم الصنعة قد ما تزيد تتعرف على الإنسان. دوك حنايا الأطباء، واحد طبيب كي يتأمل تأمل إيماني في الإنسان يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأنه الطبيب يعرف جزئيات الإنسان، من واش أجهزة الهضم وأجهزة العظام وجهاز العصبي وأجهزة وأجهزة وأجهزة، كل نظام يخدم بدقة عجيبة عجيبة. هذيك النظام اللي يشتغل في جسم الإنسان يعطي رسالة إلى الإنسان الذي يدرك جسم الإنسان بأن الذي صنع أبدع وهو الله. ولذلك شوف الآن سيارة تحكمها، شفت سيارة هناك بعض السيارات تصل إلى أكثر من 200,000 قطعة فيها الداخل، يعني عدد عجيب جدا، عدد عجيب في سيارة من القطع. احنا جهال، احنا ما نعرفوش أسماء، يعني بعض القطع غيار في السيارة ما نعرفوهاش، يعني وما على بالناش حال هذيك القطعه وحده كي تنحيها من سياره وتجيبها لنا قلنا هذه فيها كوتي ميكانيك وكوتي الكترونيك، تسمى مقسمه الى قسمين، فيها ميكانيك والكترونيك. ويقول لك البياسات اللي موجودين في البياسه هذه برك نخرجهم لك 50 بياسه برك غير في قطعه صغيره بالنسيسير تاعها وبالاشياء وكذا وكذا وكذا. تسمى هذيك القطعه وحدها برك اللي راهي جزء من اجزاء نتاع السياره هي وحدها برك راهي حيره كبيره. احنا واش نعرفوا على السياره؟ كي تجيب انسان عامي ما يعرف لا ميكانيك ولا حتى حاجه واش يدير؟ يقول لك انا، تقول له ارسم لي سياره، يحكم القلم يرسم لك ربع رود وهيكل والقيدون ولا كثر يزيد لك لي فار والسلام عليكم. هذه السياره عند الانسان، هذه هي السياره. بصح المبدع الصانع يقول لك لا ماشي هي السياره، تقول له ارسم لي سياره واش يبدا؟ يبدا يخرج لك، يرسم لك قطع غيار كبيره جدا وكثيرة تقولون هذه ما نعرفهاش. إذن هذا ما نسميه نحن باختلاف التصور بعمق العلمي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. علاه العلماء يخافوا ربي أكثر من احنا؟ يعرفوه أكثر، وكي يعرفوه أكثر يعرفوه قدره، يعني يقيموه أكثر، يقدروه أكثر، ولذلك يعبدوه أكثر ويخافوه أكثر ويحبوه أكثر ويعظموه أكثر. احنا كي نجهلوا الله نعرفوه قل ونعبدوه قل ونخافوه قل ونحبوه قل، كلش قل. علاه؟ لان المعرفه تاعنا قليله بزاف. انت دوك كي يجيب لك واحد حاجه وتقول له انت يا كي تحب تبيع حاجه ولا تقول له هاك هذه نبيعها لك بشحال، تقول له اعطيني 20 مليون وشنو؟ يقول لك هذه واش فيها؟ هذه فيها 20 مليون. يقول له لا اروح شوف فيها لداخل.
لا، الإنسان استصغر قيمة السعر علاه، لا يعرف ما هو موجود بالداخل، ما يعرفش. وتولي انت لازم توري له بلي هذه واش فيها، واش تعبنا خدمناها ودرنا لها هذه وهذه وهذه وهذه، باش تقدر بعد يقول لك هي صح تسوى 20 مليون صحاب. اذا احنا ربي ما عرفناهش، ما نقدروش نعطوا له القيمه تاعو وقدره مادام ما عرفناهش. ولذلك نقول له ربي كيف نعرفوك؟ يقول لنا شوفوا قدامكم برك تعرفوني، شوفوا قدامكم وش يشوفوا؟ شوفوا الخلق نتاعي. قبل ما تشوف قدامك واش تشوف؟ نفسك انت، الذات نتاعك. كي تشوفها كيفاش يميتك ثم يحييك، ينحيلك الروح تاعك في الليل يعاود يرجعها لك الصباح، كيفاش ترقد، كيفاش تاكل، كيفاش تبلع، كيفاش تشرب، كيفاش كذا، تبدا تقول سبحان الله الذي خلقنا فسوانا واحسن كل شيء خلقه، تبدا تتعرف عليها. ومن بعد تزيد في نفسك، في نفسك مازال ما تروحش بعيد، في نفسك شوف الله كيفاه انت عافاك شحال من حاجه وابتلى غيرك. كي تشوف ان ربي عافيك ويبتلي غيرك تتعرف عليه تاني بالنعم نتاعو. وزيد تشوف تاني في نفسك كيف ان الله عز وجل جعلك الليالي والايام مدرسه، في تقدم العمر مدرسه، وفي الرزق اللي راهو يجيبه لك ربي مدرسه، واحيانا يمنعك ربي لحكمه منه مدرسه، احيانا يمنعك يحي لك الحاجه تقول راحت هذيك الحاجه، هي حكمه من الله برك انت ماكش عارف. كي تتعايش مع القدر تاع ربي سبحانه وتعالى، هذه مدرسة، وهذه المدرسة كلها ليس لها شيء إلا أنها تدلك على الخالق سبحانه وتعالى وتقول لك هذا هو الله اللي راهو داير بك، الأشياء اللي دايرة بك هذه من صنع الله وأفعال الله. إذن أفعال الله اللي رانا نشوف فيها في الدنيا، أمات هذا وأحيا هذا وأفرح هذا وأحزن هذا، يعني كل واحد كيفاش دلوا ربي في الدنيا، كل يوم نشوفه مدرسة كل يوم. هذه هي احنا نقولوا سبحان الله يفعل ما يشاء، هذا لطفه، هذا عباده، هذا فعله في عباده، نبقى نتعرف عليها. احيانا تجيك تشوف رحمة الله بالإنسان رحيم، احيانا تشوف قدرة الله على الإنسان قدير، احيانا تشوف لطف الله بالإنسان لطيف. ثم اسماء الله وصفات الله تشوفهم في العباد، هذه المدرسة اللي نقدروا كامل نقراوها، كامل نقدروا ندخلوا نقراو فيها. واحد فينا ما يقدر يقول لك انا جاهل لا غالب ما قريتش ما نعرفش واش تهضر، بصح حياتك اليوميه شكون وكلك؟ شكون شربك؟ ابراهيم قال لنا الذي يطعمني ويسقين، وقال لنا واذا مرضت فهو يشفين. هو اللي قال لنا، قال لنا ابراهيم قال لنا نعرفه، قال لنا نعرفه نعيش معاه في حياتي كل يوم عايش. يعني قال لنا باش انا نروح نعبد الاصنام مع الناس؟ قال لهم انا ما نعبدش واش راكم تعبدوا انتوما، الاب نتاعو باباه والناس وكذا كامل تعبد في الاصنام. قال لهم واش راكم تعبدوا هذا؟ واش راكم تعبدوا في الاصنام؟ قالوا له هذه الهه واش بيك خاف ربي؟ قالوا له عندك الهه انت كتهضر. قال لهم لا لا، قال لهم انا ما نقدرش نعبدهم هذوما. قال لهم هذوما داروا لي والو. قال لهم كاين واحد اللي نعرفه هذاك هو اللي نعبده. كيفاش تعرفوا؟ قال لهم انا نقول لكم واش تعرفوا. قال لهم هذاك هو يوكل فيا ويشرب فيا، والذي اذا مرضت هو يشفيني. قال لهم ماني نشوف انا من عايش معاه ربي. قال لهم فربي هذاك اللي راهو يدير لي هذه الامور هذاك هو ربي وين نعبده، واحد اخر انا ما نقدرش نعبده. اعطى لهم طريق سهله، دكتور في العقيده تولي عندك عقيدتك وشنو هي، ان هذا كيفاش نروح انا نعبد واحد اخر وهو اللي يوكل فيا وخلقني ويشرب فيا وراهو يسقي فيا وراهو يسوقني الى الخير وهو يشفيني وهو يعني يبريني من المرض وهو الذي يلطف بي في حياتي وهو اللي يرزقني من ذريتي ومن اكلي وطعامي وشرابي وعافيتي، كيف لا اعبده هو وحده؟ كيفاش نروح للآلهة اخرى؟ هذا هو معرفة الله عز وجل من حولك. شوف الان جاء انسان الى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء انسان الى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا حسين، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا حسين كم إله تعبد؟ شحال تعبد من إله؟ قالوا سبعة. قالوا نعبد سبعة، عندي سبعة آلهة. قالوا ستة في الأرض وواحد في السماء. قالوا نعبد ربي وعندي ستة آلهة في الأرض معه أصنام. قالوا من تدخر حال حاجتك؟ قالوا نهار تكون مزيرة بك مليح ربي. قال وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هم يعبدوا الأصنام ويعبدوا ربي وعارفين بلي الأصنام هذوك ما يسواوش،
كي يركبوا في الفلكوت ضيق عليهم مليح واش يديروا؟ يدعو الله وحده برك. علاه ما دعيتوش فلان وفلان؟ علاه ما قلت يا سيدي فلان ويا سيدي فلان؟ علاه ما قلت يا هبل واللات والعزة ومنات؟ علاه ما دعيتش؟ عارف في حقيقة نفسك الداخل والفطرة ديالك اللي خلقك ربي بها بأني اللي راح ينجيك هو الله برك. على ذلك دعيت غير ربي في الحق. ولهذا احنا الآن كي نشوفوا إنسان عنده ستة في الأرض وواحد في السماء، نسألوه قولوا له شكون؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له كيف ضيق بك شكون تدعو؟ قالوا لي اللي في السماء. قال له ما ارميني في الأرض خليك منهم، خليكم هذو تاع الأرض. قال له ما تجيش تعبدهم. فدخل في الإسلام حسين. والآخر واش قال له للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له أنت رسول الله؟ شوف الناس ضايرين به، شوف الناس كامل يعهدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم ضايرين بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا شكون هذا الإنسان اللي ضايرين به الناس؟ قالوا له هذا رسول الله. إيه قالوا كيفاش رسول الله؟ هذا الإنسان عنده الغنم وكذا ويرعى برا، إنسان بدوي وكافر وجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أنت رسول الله؟ يعني أنت تقول رسول الله كذا؟ قال له أنا رسول الله الذي إذا دعوته في عام جدب أو في عام سنة. يعني قال له شوف، قال له أنت يا إنسان راعي وعايش في الخلا ورك عندك عايش مع الله وأنت ماكش فايقبرك. قالوا أنا رسول الله. شكون هو الله؟ ما عرفوش بنفسه، ما قالوش أنا رسول الله، أنا محمد، أنا فلان. لا، قالوا نعرفك بربي ما لا عرفوا بمن؟ بالله. قالوا أنا رسول الله اللي بعثني ربي، اللي بعثني راك تعرفه، تعرفه في حياتك اليومية كي تكون طالع برا في الخلا. قالوا شد كي ترفد يدك وتقول يا ربي سقينا يسقيك، هذاك هو الله. قالوا شد كي تكون برا في الخلا وتتبحر لك الدابة نتاعك وترفد يدك وتدعي ربي عز وجل باش الدابة نتاعك تعاود تولي لك يجيبها لك ربي. قالوا هذاك اللي كنت تدعيه، لأن الإنسان عنده فطرة يرفد يده يدعي في السماء، لأنه يعلم أن الله في السماء، عنده فطرة ديما يدير هكا. لذلك وش يدير؟ يقال له هذا هو الله، أي عايش معه. إذن فقال اعهد إلي. قالوا أشهد أنك رسول الله. بعد قالوا اعهد إلي، يعني علمني. علم الرسول عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة، ألا يسب أحدا وألا يظلم وغير ذلك. فولى وهو من أصلح الناس بعد إذن كما قال الراوي، ولا إنسان صالح. علاه ولا إنسان صالح؟ كاش ما قرأ كتابات، كاش ما درنا له دورة، كاش ما علمناه، كاش ما دخلناه الجامعة، قاعد راعي كما كان. ولكنه تعرف على الله في حياته اليومية باللي كاين واحد راهو عايش معه والله لازم نعبده هو. ولذلك احنا كي اذن الاذان ونكونوا برا، واش الحاجة الكبيرة اللي جبنا للمسجد؟ أن نقولوا هذا اللي يعطينا هو اللي يوكل فينا، وحاجتنا راهي عنده، انا عايشين معاه. انت انا راني في الحانوت نبيع في الحانوت، وبعد اذن دوك الان انا في امتحان، عبك غير يأذن الاذن يديك نوشي امتحان، يبدا امتحان، يتحط الانسان في امتحان. الاذان امتحان للانسان، هل ساذهب الى المسجد ام لا؟ هل اصلي الصلاه في وقتها ام لا؟ واش نبدا نقدم دركا؟ نبدا نجيب في السبايب يلا غالب حوايجي ماهوش نقايه، ورانا خلطه وعندنا خدمه والمعلم، وقال لازم تكملوا هذه ونديروا هذه ونديروا هذه، حتى يجي العشيه كامله، مر العشاء بواحد ساعه ولا زوج سوايع، ومن بعد كي ديبري ويرتاح مليح يروح يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الصلاه هي الصلاه اللي يصليها غير مقبوله، هي كيفاش راح ينقرهم بطريقه عجيبه. ولذلك يذكر العلماء، سمعت العلماء يتكلموا وانا صغير كلام جميل جدا. يقولوا العلماء واش يقول لك؟ يقول لك ابليس كيفاش يدير لك؟ يخليك تاخر الصلاه. كي يخليك تاخرها لافت نتايا استجبت وخليت الصلاه راحت لتحت في هي غير مقبوله، خرجت على وقتها راحت، يخليك يفوتها لك حتى لليل كامل، ومن بعدك تروح تصليها. مادام خضعت له والله ما يزيد يخليك تصليها مليح، تزيد كذلك تليك يديها تنقرها نقرا. علاه؟ يقذف في قلبك يقول لك هذه فاتت، انت اللي كيديها خلاص، هي اللي اصلا ماهيش في وقتها، هي اللي كيديها. يعني تولي تتعامل كما يقولوا احنا بتحراي ميت في الصلاه، وهذه مصيبه يلعب بك ابليس. كيف استجيب للنداء؟ نستجيب للنداء بهذه العبوديه اللي ذكرناها دركا. كي نقول انا الان نبيع في الحانوت، علاه نبيع؟ باش ندخل دراهم، تسمى باش السلعه نمشيها،
باش نجيب سلعه واحده اخرى ونبيع، وهذا كليون وهذا كليون وهذا كليون وهذا كليون، هكذا نشوف انا. هذه هي التاجر، هكذا يشوف اسنا نبيع، هذا نعطي له حقه، هذا نعطي له كذا. والاذان راح يقيم الصلاه، اي بصح اسنا نبيع من بعد نصلي. درك الان هنا كاين نبيع نصلي، نبيع وما نروحش نصلي، واش ندير؟ نسيتو، نسيت باللي اللي يدخل لي في الرزق هو اللي عيط لي في الصلاه، باللي هذاك اللي راح نوقف بين يدو هو اللي يرزق فيا دركا. اذا مادام هو اللي يرزق فيا حبسها، نروح لعندو الرزق هذاك يدخل وحده. سما وقت الصلاه يروح، وقت الصلاه الاذان واش معناتها الاذان؟ الاذان وكان بدلوا له جمله واش معناتها الاذان؟ وكان بدلوا جمله يقولون نحو كاع الاذان وديروا جمله واحده اخرى، واش نديروا؟ نقول لهم فتح سوق الدنيا فاغلق سوق فتح سوق الاخره فاغلق سوق الدنيا، هذا هو الاذان. او افتح سوق تاع الاخره، او ربي قال لكم ارواحوا وقفوا بين يدي وغلقوا سوق الدنيا، هذا هو الاذان. هذا هو المعنى الاول تاع الاذان الكبير كامل. الان احنا كي نشوفوا لو قلنا او افتح سوق الدنيا الاخره اغلقوا سوق الدنيا، احنا ماناش جايين، احنا نقولوا لا لا احنا ماذا بينا ما نغلقوش سوق الدنيا ونقعدوا فيه، مسحقوا سوق الاخره. هذا هو الانسان اللي ما يجيش يصلي. كي انت تشوف هكذا ماكش متعامل مع الله. هذا هو السبب في العبوديه. علاش ماناش نعبدوا ربي مليح؟ ماناش نتعاملوا معاه مليح. هذاك اللي يوكل فيا دوكا ويشرب فيا وراني راقد في الدار وعاطيني العافيه ومتكسل ودير تيليكوموند هكذا وقاعد متكسل او ياذن. اي واقيلا ما نروحش نصلي غير هنا برك. شت العافيه اللي راك فيها هذيك متكسل، شكون هو عاطيها؟ الله هو اللي يعيط لك. اذا باش يتمم عليك العافيه نوض روح توضا روح تصلي، خليك من هذا الامر. اذا كيفاش نعبدوا ربي؟ نتعرفوا به، تعرفوا به من النعم والآلاء وما سخر الله وما جعل لنا من نوائب الليل والنهار والدهر في الحياة اليومية كاملة كامل لازم نربطها بالله. من الذي أطعمنا؟ الله. من الذي سقانا؟ الله. شكون اللي قتل هذاك ومات؟ الله. شكون اللي حياه؟ الله. شكون اللي نجى فلان؟ الله. جوز انت في الطريق السريع تشوف حادث مرور تقول شوف ربي أصاب هذا وعافى شحال من واحد، هو ربي. كنت قادر أنا نكون في مكان الإنسان هذا، شكون عافاني؟ واش نكون انا باش ربي عافاني وابتلاه؟ فلك الحمد يا الله. وتبقى ساير مع ربي عز وجل تزداد العبوديه تاعك، تطلع بزاف. ولهذا قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من هو الله هذا الذي جعل لكم الارض فراشا؟ هذه الارض اللي فرشها ربي وبسطها وسطحها هو الله عز وجل. اذا هو الارض، ارض ورانا فوقها، ارضه سبحانه وتعالى. كيف نعصيه وكيف نطغى عليه وكيف نعبد غيره؟ هو الارض ارضه، احنا نمشي عليها، ما عندناش ارض اخرى، ما عندناش ارض، ارضه سبحانه وتعالى. يجعل لكم الارض فراشا والسماء بناء من غير عمد رفعها. السماء ملموسه، ابواب مغلقه تفتح لهم السماء وتغلق السماء، ماشي هواء. الملاحده يقول لك السماء هواء، السماء هواء هذا الفضاء برك، وإلا السماوات سبع سماوات مغلوقة مغلوقة. جعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء هذه رفعها ربي بلا عمد. شوف احنا لو كان تدخل انت المسجد هذا، المسجد تدخل له وما تلقى حتى عمود فيه، وتلقى سطح ما شاء الله ومسجد كبير، تقول المهندس هذا اللي داروا يعني مبدع هذا المهندس هذا، كيف استطاع أن يبني يعني يجعل لنا مخطط لمسجد كبير ما فيه حتى عمود في الوسط، حتى عمود. أكيد أن هذا الإنسان مبدع، ماهوش كيما الناس الآخرين. فأنت هذه السماء اللي نشوفوها احنا اللي مترامية الأطراف لا تستطيع أن ترى أنت حدها، سماء عجيبة وعظيمة. رفع السماوات بغير عمد ترونها، رفدها ربي سبحانه وتعالى ورفعها فوق أنفسنا، نراها، نرى السماء ولكن لا عمد، ما عندهاش أعمدة، من غير أعمدة رفعها الله عز وجل. هذه السماء الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، لأن الله سبحانه وتعالى وصل السماء بالأرض بأمرين، بأمر دنيوي وهو الماء، وبأمر أخروي وهو القرآن حبل الله. هذا الذي وصلنا الله به من السماء إلى الأرض، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أعطانا القانون ليرزقنا به، وفي السماء رزقكم وما توعدون. السماء هذه اللي تعطينا مطر، نسأل الله أن يغيثنا، هذا الغيث الذي ينزل على الأرض وينبت لنا من الزرع ويحيي الحياة،
يعني مستحيل مهما تقدم الناس، قد ما يتقدموا الناس من تكنولوجيا وأشياء وما يعني أمر يبهر، أشياء لم يكشفوا عنها إلى يومنا هذا، أشياء تبهر الإنسان في حياته اليومية من التكنولوجيا والتقدم والاختراعات، ومع ذلك لو أن الله يحبس علينا الماء لا يستطيع الإنسان أن يشغل شيئا من هذا، خلاص يحبس كلش، خلاص يروح كلش، كهرباء تروح، الدنيا تروح، وتروح التكنولوجيا، لأن الماء غير موجود، ويموت الناس، ولا حياة من دون ماء. لذلك جعل الماء في هذا الذكر، وبين أن الذي خلقكم وأبدع وجعل هذا الأمر هو الله، هذا هو اللي قالنا أعبدوني، هذا هو اللي أعطانا الماء وفرشنا الأرض وأعطانا السماء، كذا هو ربي سبحانه وتعالى الذي يستحق العبودية. أإله مع الله؟ كاين واحد يقدر يجيب يدير هكذا؟ ما كاش، لا يوجد. إذن العبودية خالصة لله. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
ثم يقول الله تبارك وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني فلا تجعلوا لله آلهة أخرى وأنتم تعلمون أن الذي خلق الأرض وفرشها وبسطها ودحاها وبنى السماء ورفعها من غير عمد ترونها والذي يرزقكم ويطعمكم هو الله، فكيف تعبدون أندادا مع الله وهو الذي يعلمها يفعل فيكم هذا وأفعاله ترونها أمام حياتكم اليومية؟ قال الله عز وجل: وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهذه الآيات كما ذكرنا من قبل فسرناها وإحنا ندير مراجعة باش نقدروا نكملوا السياق. هذه الآيات ربي تحدى الكفار وتحدى من أراد أن يعانده ويعاند أنبياءه ويستكبر، المكذبين تحداهم ربي عز وجل. قال لهم: إذا كنتم تقولون، يعني قالوا قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا قل لهم إن كنتم تكذبون الله عز وجل جيبوا لنا سورة مثل القرآن، مثل بلاغة القرآن والنظم تاع القرآن، لأن كلام الله عز وجل هذا عجيب. العرب بقوتهم في اللغة ما استطاعوا أن يأتوا بسورة مثل القرآن، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم على هذا الأمر إن كنتم صادقين. قال: فإن لم تفعلوا، هذا التحدي، هذا إذا ما قدرتوش وما تقدروش، قال ولن تفعلوا فاتقوا النار. وهذا ما نسميه نحن بالتهديد والترويع والقرع القرآني للكفار: فاتقوا النار، يعني مصيركم ماذا؟ النار التي وقودها الناس والحجارة، كما قال عليه الصلاة والسلام: النار وقودها الناس والحجارة. قال: وما تعبدون حصب جهنم، أي حطبها ووقودها، يعني هذه الآلهة والناس الذين يعذبون في النار والحجارة التي جعلها الله وقود للنار، هذه الثلاثة كلها وقود. ما معنى وقود؟ معناتها هي مادة اشتعالها. كيف يكون إنسان وقود؟ لو كان احنا نقول مثال حاجة هي وقود، الوقود وش يكون؟ يخلص الوقود، يشعل ويخلص يروح. ربي جعل الناس هذا الناس يعني يشتعلون ولكن يبقوا أبد الآبدين، نسأل الله السلامة والعافية، يعني يشعلوا في النار. على هذيك احنا ربي عز وجل باش ما نتعاملوش مع النار معاملة الدنيا، سنن الدنيا، يقولنا ربي: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا وش نسموه احنا؟ وقود. والنار انت باش تشعلها ما تشعلهاش بالوقود، جيب الحطب واش دير؟ جيب كارط ولا باش تشعل؟ هذاك اللي تشعل به يسموه مسعر كما يقولوا، اللي تبدا به النار. هذوك الناس اخرين نسال الله السلامه والعافيه، هذوك اللي يسعر بهم النار شكون؟ ثلاثه من الناس: رجل يتعلم العلم باش يقولوا الناس عالم، نسال الله السلامه والعافيه، ورجل يقرا القران باش يقولوا الناس قارئ، ورجل يتصدق باش يقولوا الناس تصدق. هذو في ثلاثه يقول لك هذوما، يقول لهم ربي انت كنت تصدق في الدنيا باش يقولوا عليك بلي بخال فيه وناس ملاح وما شاء الله يدك ماشي اليك، يقالوها في الدنيا، ديت حقك في الدنيا، ادوه لجهنم. وانت كنت تقول كنت تقرا وتتعب وتروح من شيخ لشيخ وتقرا الكتابات وكذا منا باش يقولوا الناس فلان الله يبارك قاريه، شفت كيفاش يهضر على الدين؟ حاجه كبيره سيد، مستوى كبير. ياك الناس قالوا هذا الكلام مدحوك شكروك ما شاء الله، هيا خلاص اديوه جهنم، ديت حقك في الدنيا، كنت تحوس عليها في الدنيا ديتها في الدنيا. وهذا في من له رياء، عنده يريد المعاملة من عند الناس لا يعامل الله. وكذلك المقرئ الذي يقرأ القرآن، يقرأ باش يقول الناس ما شاء الله عنده يقرأ مليح هذا، ولا جامع قراءات ولا كذا، فهذا كذلك نفس الشيء كما العالم. هذا قال فيهم القائل: وعابد بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. به تبدا تشعل النار، نسال الله السلامه والعافيه. ابو هريره كان كي يقرا هذا الحديث
يتغاشى يغمى عليه لأنه أمر صعب يوجع كي تقرأ عليه يوجعك تقول إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعفو عنا وعن سرائرنا وأن يتجاوز عنا ويجعلنا من المخلصين. هذه مصيبة. إذن هذوما الناس تسعر بهم النار بصح لي يكونوا وقود النار كي شعل بهم ربي النار الطغاة اللي هما المعبودين كما الشمس والقمر. قال وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يعني هذوك ليكم تعبدوهم من دون الله هما في ذاتهم راح يكونوا في جهنم يكونوا في جهنم. الشمس والقمر ثوراني يكوراني في النار يوم القيامة. الشمس والقمر عبدوهم الناس ولا ما عبدوهمش؟ عبدوهم. ربي يجعلهم الشمس والقمر يقول هذول عبدتوهم هم في جهنم. ها يحطهم في جهنم. مخلوقات خلقها ربي يديرها في جهنم يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. كل حاجة النجوم أي حاجة عبدت الأصنام الآلهة التي عبدت من دون الله شجرة حجرة يحطها إلا معبود عبد وهو لا يرضى بذلك. عيسى عبدوه الناس ولا ما عبدوش الناس؟ عبدوه بصح ما يدخلش جهنم عيسى عليه السلام. وعلى هذيك النصارى يقعدوا يستناو في اليوم ربي يقول لهم في يوم القيامة يقول لهم تتبع كل أمة ما كانت تعبد. اللي كان يعبد فرعون يروح مع فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. يروح فرعون يرفض جماعته يدخل جهنم. جهنم يجي فرعون يوم القيامة يقول لهم لي كانوا يعبدوا فيها كامل يتبعوني ويدخل معهم جهنم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ويجوا أخرين النمرود يروح للناس اللي كانوا يعبدوه يديهم يروحوا يدخلوا جهنم هو القائد انتحهم في الدخول إلى جهنم. العابد والمعبود من دون الله تبارك وتعالى. يبقوا النصارى واليهود يستنوا. وش تستنوا انتما؟ يقولوا ننتظر آلهتنا. قولوا إن ماذا كنتوا تعبدون؟ قولوا كنا نعبد عزيرا. كنا نعبد عزيرا. قل عزير مو معكم. يقول ربنا عطشنا فسقينا فيؤمر بهم فيأخذون إلى النار. اليهود النصارى كذلك قلوا مش وراء الإله تعكم انتما؟ يقولوا إلهنا هو عيسى. عيسى مسلم ما يدخلش معكم جهنم. يقولوا عطشنا ثم يأمر بهم الله عز وجل فيدخلون إلى جهنم. يبقوا المنافقين مع المسلمين هم الذين يمتحنهم الله بالدخول إلى الصراط ومن ثم يسقط المنافقون ويخلص المسلمون فقط ينجيهم الله عز وجل فيدخلون الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. هذا النهاية كيفاش كانت. بصح الجهنم الناس اللي تدخل جهنم راح يكونوا أنواع المعبودات والعباد نتاعهم اللي كانوا يعبدوا في الكفر عباد الأوثان وعباد النار وعباد الشجر وعباد الحجر هذوما كامل في النار خالدين. تسعر يعني النار توقد بهم هم وقودها. وقودها الناس والحجارة. هذا الوقود هذا كي ديروا انت خلاص. إذن الناس كان حطوهم في جهنم احنا في الذهن نتاعنا انه كي نحطوا انسان تاكلوا النار يروح خلاص. إذن ما يزيدش يتعدل تحرقوا النار خلاص لانه احنا واش نديروا؟ راح نصطحبوا الصوره نتاعنا تاع الدنيا. كنت تجيب انت انسان تحطه دركا في النار في الدنيا تحطه في النار شحال يتعذب فيها؟ زوج دقائق ما يزيدش يخلاص يروح. نحطوه في نار كبيره ونجيبوه نحطوه يتعذب يعيط عيطه ما يزيدهاش يموت في الحين يموت. لماذا؟ لان الانسان شعوره بجلده الحساسيه تاع الانسان باش يحس يحس هنا في الجلد هذاك السطحي فوق سوبرفيسي كما نقولوا احنا سطحي كي تمسوا هنا الاعصاب الاعصاب اللي تحسوا هنا به انت تحس. واش تحس؟ البروده السخانه الالم اي حاجه تحسها مين؟ من الفوق ماشي لداخل اللحم منا من الفوق. ولذلك ربي عز وجل واش يدير لهم هذوك الناس؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها علاه ليذوقوا العذاب باش يحس لها مليح. لانه دوك الان انسان كان يحكم موس يدخلوا في جلده هنا يحس بصح لو كان يقل موس لاصق الداخل يقدر يخليها هكذا خلاص خاطر الضربه الاولى الحس الاولى حسها حس. الان هذاك الانسان بغض النظر واش يصرى له بعد يتقطع ولا ما يتقطعش حنا نتكلموا على الاحساس الاول الالم الالم السطر هذاك الوجع تاع العذاب. الوجع راه موجود وين؟ في الضربه في الضربه كيما تشكى تشكى تحس لك راح تدخل ومن بعد خلاص ما كاين والو.
هذه الضربة الأولانية تجي في الجلد، ولذلك الجلود هي فيها ما يسمى بوسائل الإحساس وهي الأعصاب الحساسة، تحس البرودة، تحس السخانة، تحس العذاب. هذيك الأعصاب هذيك كي تحرقها جهنم، لو كانت تبقى محروقة تولي مولاها ما يحسش. إذن باش ربي يذوقهم العذاب مليح واش يدير لهم؟ الجلد هذاك يطيب يعاود ينحي يزيد له جلد واحد آخر ويبقى يتعذب هكذا شحال عباكم شحال؟ أبدا الأبيد ما يخوش نهائيا نهائيا. تخيلها كي تقدر تحب تخيلها ما تقدرش. هذا هو الكافر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذوما الناس والله غير أنا أحيانا نقول سبحان الله ماذا فعل هؤلاء الناس حتى يولوا هذا العذاب هذا كامل بزاف؟ أساءوا مع الله، يعني هو خلقهم وعبدوا غيره. وبغض النظر بغض النظر الكفار اللي عبدوا غير الله واش زادوا داروا؟ زادوا فسدوا في الأرض. كيفاش راح يكون عذاب الناس لما يقتلوا في خاوتنا في غزة هذوك الأولاد صغار وهذوك النساء وتشوفهم صور ما تقدرش تشوف فيها؟ وأنا ما ننصحش الناس اللي عنده قلب ضعيف يشوف، لأنه أنا عرفت الناس أنا مؤخرا دخلوا في الهلوسة، دخلوا في الأمراض النفسية مساكن، أصابهم القنوط. كان واحد قال لي وليت نقول وراه ربي، إيه مش مليح، أنت عندك قلب عنده حدود. مانيش نقول لك ما تعتنيش بخاوتك، تبع الأخبار وشوف ودعي خاوتك وتبع مليح يعني. بصح كاين تصاور هذوك فيديوهات الا ما قدرتش تشوف تخلي حتى واحد يوريك، لانه كل واحد فينا عنده قدره تاع تحمل يقدر لها. كاين انسان لو كان توري له يشوف يقول لك وراه ربي هذا يقدر يجهل. وكاين الناس والله غير ولاو يمشوا بالكاشيات مساكن ما قدروش يتحملوا الالم، دراري صغار وكذا الم كبير. فلذلك احنا صح نعرفوا الاخبار ونشوفوا غير ذلك باش نقدروا نتبعوا وندعي ربي عز وجل ونقدروا واش قدرنا ننصروا. بس باش تشوف بعض الفيديوهات التي ربما تسبب لك انفجار نفسي ولا تخليك لا تتحكم ولا هذه قدرات الانسان اللي ما يقدرش غير ما يتفرش لانها مؤلمه جدا. نسال الله السلامه والعافيه ونسال الله عز وجل يفك عنهم هذا الكرب الذي هم فيه. امر موجع والله، توجعنا اخواني الكرام في حياتنا ما شفنا حاجة وجعتنا مثل هذا الأمر، ما شفنا مثل هذا. يعني تتعجب ونحن نأكل الآن ونشرب ونبات مع وليداتنا ولهنا وكذا ومرتاحين ورايحين وجايين ونبيع ونشر ونخدم في خدمتنا لباس علينا وغير ذلك، وهم لا أحد منهم يستطيع، الحي منهم ميت والميت ميت. نسأل الله يكتبهم الشهداء. يعني اللي راهم عايشين راهم يتعذبوا، اللي راهم عايشين يتعذبوا بدخول البرد عليهم، ولا غطاء ولا وقود ولا أكل ولا شراب ولا أمن. لو كان نعطوا لهم كاع الموجودات، نعطوا لهم ماكلة وشراب والطائرة فوق راسهم تزنن هكذاك بهذاك الصوت والقنابل تنزل عليهم ليل نهار، ما عندكش أمن، الماكلة ما تاكلهاش، يحطوها في الطبلة ما تاكلهاش. إذن راهم في شيء من أعظم الأسئلة، أو من كما يقولوا حنايا من أصعب الأوقات والمراحل التي يمرون بها. نسأل الله أن يرفع عنهم ذلك. إذن إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى قال وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أعدت وجدها، والأخرى الجنة أعدت للمتقين. ربي وجد، وعلى بالك حاجة وجدها ربي، وجدها شو معناتها وجدها؟ معناتها أعدها إعدادا يليق بها. جهنم أعدها الله لمن؟ للكافرين. والجنة أعدها الله للمتقين. كي يقول لك بلي ربي موجد لك واحد الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، تقول ما دام ربي وجدها معناتها حاجة كبيرة، حاجة كبيرة. والله عز وجل على كل شيء قادر، يقدر ما يوجدهاش، يقدر. ودقيقة الأخرى غير تلحق اللي عنده نتايا يقول لك روح دخل الجنة دوك نخلقها لك ويجيبها لك مليحة. علاش قال لك أعدت؟ لا أعدت باش انت ينقدح في نفسك ذلك التمام والكمال. حنا لو كان انسان يقول لك فلان ودير لك فطور السبت الجاي، يقول لي فلان تسمعوا عربني السبت الجاي معناتها راح يوجد ما شاء الله سمانه كامله عبك راح يوجد خير كبير. بصح لو كان تروح ليه على خدعه فلان ولا يقول لك روح تروح معايا دوك للدار وندخلوا وان شاء الله واش كاين ناكلوا، ما حش تقول بلي يحضر لي كيما راح يحضر لي على سمانه.
لأنه إنسان، وهذا في نفسك ينقدح، يقول لك ربي أعدت للمتقين، معناتها راح يوجد لك جنة كبيرة، راح يحضر لك حاجة كبيرة، ويقول لك هذا لماذا؟ لتعظم أنت الجزاء. نفس الشيء أعدت للكافرين اللي هي جهنم، والتي يسوقها جهنم كالبئر، تأتي يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويجاء بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، 70,000 حبل، كل زمام يجره 70,000 ملك، معناتها 4,900,000,000 ملك يجرون جهنم. قد منها جهنم 4,900,000,000 ملك، الملك الواحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق، عنده الجناح واحد بركة كيحلو شو الوش شافت عينك، جناح واحد. جبريل عنده 600 جناح، هذا ملك واحد، يعني ملك واحد يغطي الأرض كاملة. جهنم شحال يجروها من ملك؟ 4,900,000,000 ملك. يعني الكافر واحد، الكافر من الكفار هذو اللي تشوف يوم يقتلوا في المسلمين اليوم، الكافر الواحد هكذا ربي يجعل له مقعدته، القعدة نتاعه ما يقارب ما بين مكة والمدينة، ما يقارب أكثر من 400 كيلو، يعني يولي عريض الإنسان الكافر الذي يعذب في جهنم 400 كيلو، 400 كيلو فقط المقعدة نتاعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام مقعد الكافر في جهنم كما بين مكة والمدينة، هذه وين يقعد هو مرك مكانته العرض نتاعه. فما ظنك سمك الجلد نتاعه هذاك اللي به تحسس العذاب اللي يعذبه به ربي عز وجل، الخشانة تاع الجلد نتاعه 11 كيلومتر، يعني الإنسان هذا راح يعظم الله بس جهنم عندها ما تأكل، نسأل الله السلامة والعافية. إذا أعدت للكافرين، ثم يقلب الآية من الوعيد إلى الوعد، وهو وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن هنا سنبدأ إن شاء الله درسنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. شوفوا إحنا إخواني الكرام برمجنا الدرس تاعنا مرة في 15 يوم، يعني باش ديرونا في حسابكم برك، هذا مكان مشاكين شقا هنا ما نجيش ما لقاكمش، راهي مرة في 15 يوم فقط لمدة واحد شهر ولا شهرين، قسم نحي الضغط على روحي شوية هذا ونعود نولو نديرو كل أسبوع بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن ينفعني وإياكم، الله أعلم، والحمد لله رب العالمين. أمين. معليش مليح على بالك، قولوا خليه مع خاطرش يعني هبطوا ولا مليح ما شاء الله.